هيا نتعرف هيا أنواع الخط سوية نستعملها نحن كثيرا ونشاهدها يوميا. يا سلام إن سار الخط أمام وجرى كالسهم تمام لم ينحن في مشيته واستقام نهائيا. وإذا الخط حنى رأسه أو راح يكور نفسه حتى يصنع دائرة أصبح خطا محنيا. هذا خط فتفرج راقبه كيف تعرج يهبط يعلو يقف ويعدو كم يتغير يوميا. الأفعى عند الحركة وكذلك تلك السمكة والصائد يلقي الشبكة والموجات البحرية. خط أفقي أزرق يرسمه ذاك الزورق وإذا طار